العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. الحديث 63 من أحاديث عمدة الأحكام. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رواه البخاري ومسلم. ما زال المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر لنا الأحاديث التي تتعلق بالأذان، ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي يذكر لنا أذان الفجر. أذان الفجر مختلف عن بقية الأذانات، ففيه أذانان اثنان. يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس منبها معلما، وهذا مما ينبغي أن يفعله العلماء والأئمة، يعلمون الناس الأحكام الشرعية حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم. إن بلالا يؤذن بليل، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان في صلاة الفجر، أحدهما يؤذن قبل طلوع الفجر والثاني يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذه سنة اليوم لا يقوم بها الناس. لو كان لنا مؤذنان فإن الناس يعرفون صوت المؤذن، فإذا أذن الأذان الأول علموا بأنه الأذان الأول، يجوز فيه الأكل والشرب والاستعداد للفجر. فإذا أذن الثاني علموا أنه الأذان الذي يمنع الطعام بالنسبة للصائم، وهذه فائدة تنوع المؤذنين. يقول إن بلالا، وهذا فيه دليل عند العلماء على جواز اتخاذ مؤذنين اثنين، إن بلالا يؤذن بليل قبل طلوع الفجر، وهذا هو الأذان الأول. وهذا الأذان له فوائد، منها الاستعداد لصلاة الفجر. وافتاء في بعض الروايات أن بلالا يوقظ نائمكم وينبه صائمكم، يوقظ النائم حتى لا تفوته الفريضة. ولمن أراد الصوم يجوز له أن يأكل في هذا الوقت، وهذا فيه دليل عند الفقهاء على جواز الأذان قبل طلوع الفجر قبل دخول الوقت، وهذا خاص بصلاة الفجر لا يجوز في غيرها، في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء لا يجوز أن يتخذ الناس أكثر من مؤذنين، لكن في صلاة الفجر لأن الناس نائمة وتحتاج إلى من ينبهها ويوقظها ويهيئها لصلاة الفجر جاز اتخاذ مؤذنين. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا
يجوز الأكل في هذا الوقت لمن يريد الصوم، وهذه رحمة من الله عز وجل بالعباد، لأن الصوم يضعف الإنسان، فأجاز له الشرع أن يتقوى على الصوم بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني، وهذا فيه دليل عند الفقهاء على جواز اتخاذ مؤذنين وعلى جواز اتخاذ أذانين، الأول قبل طلوع الفجر والثاني عند طلوع الفجر. وفيه دليل عند الفقهاء على جواز أن يؤذن الأعمى، يجوز للأعمى أن يؤذن، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، فإذا قالوا له أصبحت أذن، ويجوز أن يكون الإمام أعمى، هذا يجوز. العاهة لا تؤثر في الأذان ولا في الإمامة ولا في المناصب الشرعية إلا إذا كانت تلك العاهة تؤثر على أداء الوظيفة، فإذا أثرت على أداء الوظيفة فلا يجوز أن يتولاها صاحب تلك العاهة. حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فيجوز اتخاذ الرجل الأعمى للأذان. هذه فوائد هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.